الدينار الليبي يغلق على انخفاض أمام سلة العملات الرئيسة في السوق الموازية لهذا اليوم. بكم مشاهدين لهذه الفقرة الاقتصادية التي نستعرض في أسعار العملات وأسعار بعض المعادن الثمينة بالإضافة إلى أسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية. ونبدأ باستعراض لأسعار العملات، حيث شهد الدينار الليبي انخفاض ملحوظ أمام سلة العملات الرئيسة لهذا اليوم، وبداية بسعر الدولار حيث بلغ قيمته 7 دنانير، يعني تجاوز سعر 7 دنانير ليرتفع إلى 7 دنانير و40 درهم مقابل الدولار الواحد. بالنسبة لليورو ارتفع إلى 8 دنانير و50 درهم، وأما الجنيه الاسترليني فقد بلغت قيمته 8 دنانير و860 درهم، في حين ارتفع الدينار التونسي إلى 2700 درهم مقابل الدينار الواحد. بالانتقال إلى أسعار المعادن الثمينة بشكل عام، نلاحظ أيضا شهد ارتفاع ملحوظ أمام سلة أمام معظم المعادن، بداية بالذهب عيار 24 والذي بلغ قيمته 272 دينار للجرام الواحد. الذهب عيار 21 ارتفع إلى 233 دينار، والذهب عيار 18 بلغ قيمته 204 دنانير للجرام الواحد، بينما ارتفعت الفضة إلى 2750 درهم للجرام الواحد. ننتقل إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام، نلاحظ هناك استقرار نسبي في معظم الأصناف، بداية بكيلو الكسكس الذي يستقر عند 3 دنانير و250 درهم. بالنسبة للمكرونة تستقر عند 1750 درهم لنصف الكيلو، وكيلو الأرز يحافظ على الاستقرار عند 3 دنانير و500 درهم، في حين يستقر زيت الذرة عند 7 دنانير و500 درهم للتر الواحد. ننتقل إلى أسعار اللحوم، نلاحظ هنا انخفاض للحم الخروف إلى 38 دينار للكيلو، ولحمي البقر والإبل حافظ على استقرارهم، حيث يستقر كيلو البقر عند 25 دينار، بينما يستقر كيلو الإبل عند 28 دينار للكيلو الواحد. أما لحم الدجاج فقد ارتفع إلى 7 دنانير و750 درهم للكيلو الواحد. ننتقل إلى أسعار الخضروات، بشكل عام نلاحظ أنها تحافظ على استقرارها النسبي في بعض الأصناف، بداية بكيلوي البصل والبطاطا حيث يستقران عند 1500 درهم لكل منهما، وكيلو الطماطم انخفض إلى 3 دنانير و500 درهم بعدما شهد ارتفاع خلال اليومين الماضيين، وأيضا كيلو الخيار حيث انخفض إلى 3 دنانير للكيلو الواحد. إذا ننوه أن هذه الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يبقى هذا التفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات، إليكم محمد وميس وباقي الزملاء.